السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد الروكي. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن راوتر MR3020 من شركة تيبلينك. في الفيديوهات اللي فاتت احنا عرفنا وظيفة الجهاز وازاي نقدر نستخدمه في البنتريشن تيستينج او في الاثيكال هاكينج او تستخدمه كتارجت في الهاردوير هاكينج. تمام، اخر درس استخدمنا فيه USB فلاش ديسك ان احنا نزود المساحة الداخلية وان احنا نزود مساحة السواب عشان نقدر ان احنا نثبت تطبيقات، وعرفنا ان الاو بي كي جي هو الباكج مانجر الموجود في الاوبن دبليو ار تي. تمام، هو اللي نقدر عن طريقه نثبت الابليكيشنز او الباكجز او السوفت ويرز الخاصه بينا. تمام، النهارده ان شاء الله هنكمل، هنبدا ان احنا نوصل اكتر من يو اس بي ديفايس. يعني النهارده انا موصل واي فاي ادابتر عن طريق اليو اس بي، هو موصل RTL SDR وموصل الفلاشة اللي احنا اشتغلنا عليها المرة اللي فاتت ونقلنا ليها ملفات الروت FS. تمام، طبعا انا كونكتد دلوقتي على الجهاز والجهاز كونكتد على شبكة تانية نقدر نتأكد لو عملنا ريسيرت google.com. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز الاول عندنا اللي هو الـ OpenWRT. تمام، الجهاز التاني عندنا الراوتر بتاعي اللي هو عليه خدمة الـ 4G. دلوقتي هنروح نفتح الواجهة بتاعة الجهاز بتاعنا، مش مشكلة نفتحها من خلال IP. الباسورد زي ما هو احنا لسه سايبينه الديفولت. تمام، اول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا عايزين نتاكد ان اليو اس بي واي فاي ادابتر التاني اللي انا ضفته شغال. تمام، طبعا هنشوف دلوقتي ازاي هنضيفه ان شاء الله. الاول هنروح على النتورك، هنروح على الوايرلس. لو حضراتكم فاكرين المره اللي فاتت كان في عندنا راديو زيرو. تمام، ده كان عباره عن الوايرلس انترفيس الاولانيه اللي هي اللي موجوده في الجهاز نفسه. دلوقتي احنا عندنا راديو 1. تمام، ده الجهاز اللي انا ضفته، يعني ده الواي فاي ادابتر اللي انا زودته. تمام، دلوقتي هنشوف ازاي انا ضفت الجهاز ده. اول حاجة هنفتح SSH session. طبعا الباسورد الديفولت زي ما هو لسه. كيروت. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده احنا دلوقتي لوجد ان من خلال SSH. ممكن دلوقتي مثلا نشوف if config. عندنا دلوقتي wlan 0 wlan 01، طبعا دول اللي هم شغالين على الهاردوير بتاع الجهاز نفسه. تمام، طيب ممكن نشوف ال SUSB. هنفترض دلوقتي ان الجهاز لسه مش متعرف. تمام، لسه موصلين دلوقتي الواي فاي ادابتر بتاعنا عن طريق USB. فاول حاجة هنشوفها هنشوف ال SUSB. تمام، هنشوف الاجهزة اللي واصلة عندنا. عندنا بلكن. تمام، ده اليو اس بي واي فاي ادابتر بتاعي، وهو هنا ظاهر لنا الاصدار بتاع الشيب ست اللي موجوده فيه. طبعا الحال ما بيبقاش كده مع معظم الشيب ست، مش لازم اليو اس بي واي فاي ادابتر اللي انت هتوصله يظهر عندك هنا الموديل بتاع الشيب ست. تمام، هنشوف برضو دلوقتي لو ما ظهرش الموديل بتاع الشيب ست هتجيبه ازاي. غير كده عندنا الساندسك، ودي اليو اس بي اللي انا بستخدمها اللي احنا عاملين عليها الفايل سيستم من المرة اللي فاتت. وعندنا كمان ده الهب بتاع اليو اس بي. عندنا هنا برضو ريال تك. تمام، ريال تك ده ال RTL SDR بتاعنا، وده الموديل بتاع الشيب ست RTL 2838. تمام، يبقى الحاجات الأساسية اللي أنا موصلها زيادة البلكن يو اس بي واي فاي ادابتر،
اليو اس بي فلاش ديسك من سان ديسك، وتالت حاجة عندنا ال ار تي ال اس دي ار. تمام، اول حاجة احنا معانا دلوقتي الاصدار بتاع الشيبسيت. طب لو مش معانا اصدار الشيبسيت هيبقى معانا ال في اي دي والبي اي دي. تمام، ال في اي دي والبي اي دي دي الارقام زي ارقام ايدنتيفايرز كده، ارقام تعريفية زي رقم البطاقة مثلا بتاع كل شخص مننا. المفروض ان هما مش بيتكرروا ما بين الاجهزة، بيكونوا ارقام تعريفية تقدر ان انت تبحث عن الجهاز ده عشان تعرف نوع الجهاز او مواصفاته. فاحنا ناخد الارقام دي تمام ونروح نبحث عنهم. زي ما حضراتكم شايفين كده، اول ما بحثت ظهر عندنا الشركة المصنعة للشيبسيت، وظهر عندنا ايه الرقم بتاع الشيبسيت. هناخد الرقم ده كوبي وهنروح على الصفحة بتاعة السوفت وير اللي موجودة هنا في سيستم سوفت وير. تمام، هنعمل ابديت ليستس. زي ما اتفقنا بننتظر ثواني لحد ما يعمل الابديت من الريبو. بعد كده هنعمل فلتر بالرقم بتاع الشيبسيت اللي هو 1211. زي ما حضراتكم شايفين ظهر عندنا هنا الفريم وير بتاعها. تمام، ومكتوب هنا زيدس زد دي 1211 سبورت. هتضغط هنا على انستول، وبعد كده هتعمل ريبوت للجهاز وانت موصل فيه اليو اس بي بتاعتك. بعد كده هتكتب الامر دي مسج. تمام، لو بصينا هنا على الامر دي مسج هندور على الادابتر بتاعنا موجود هنا، نشوف متعرف ولا لا. هنبص على الدرايفر. زي ما حضراتكم شايفين الدرايفر فعلا اتقبل. تمام، وبقى الديفايس بتاعنا اسمه BHY1. تمام، ده اسم الديفايس بتاعنا اللي احنا موصلينه عن طريق اليو اس بي. تمام، هنتأكد ازاي. ممكن نعمل باكج انستول ايرمون ان جي. تمام، دي الأداة طبعا اللي بنستخدمها عشان نفعل وضع المونيتور مود. اضغط انتر. تمام، بيقول انستولد الأداة. فعلا انا ثبتها من شوية. هنجرب ايرمون ان جي، اسف على الصوت ده. انتر. زي ما حضراتكم شايفين في عندنا ولن او دبليو لان 0، في دبليو لان 1. لو بصينا هنلاقي الديفايس بي اتش واي 1. تمام، ده الديفايس بتاعنا اللي احنا ضفناه عن طريق اليو اس بي. طيب هنجربه نشوف بيدعم وضع المونيتور مود ولا لأ. ايرمون ان جي ستارت دبليو لان 1. اوكي، في عندنا اخطاء كتير ظهرت. تمام، مش مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين دبليو مونيتور مود انيبلد اون مون 0. تمام، يبقى عندنا الانترفيس دلوقتي اللي متفعل عليها وضع المونيتور مود هي المون 0. دلوقتي هنعمل باكج انستول ايرو دمب، اسف ايرو دمب ان جي. اوكي، unknown package انا كاتبها غلط اكيد. تمام، مفيش package اسمها ايرو دامب، يبقى الباكج اسمها اير كراك ان جي. ملحوظة، الايرمون ان جي مش متضمنة في الباكج اللي هي اسمها اير كراك ان جي. دلوقتي installed in root is up to date، يبقى هي متثبتة. تمام، و up to date كمان. طيب ايرو دمب ng enter.
دي الاوبشنز بتاعتها، بس احنا طبعا عارفين ان هي بتشتغل بالشكل ده. هنكتب مون زيرو انتر. زي ما حضراتكم شايفين كده الانترفيس شغالة عادي خالص وبتعمل كابشر، مفيش اي مشكلة. ولو دلوقتي مثلا جربت اعمل كونكت، او هفصل اي جهاز من عندي واعمل كونكت تاني، هنشوف الهاند شيك هيظهر. تمام، هو الهاند شيك ما ظهرش عشان هي بتحاول ما بين الشانلز دلوقتي. بس احنا مثلا هنعمل هنحدد البي اس اس اي دي ده. تمام، كنترول سي بي اس اس اي دي الشانل، شانل 4 سي 4 من 0 انتر. تمام، زي ما حضراتكم شايفين في حصل مشكلة كده. هو في تمام، المفروض ان احنا بنصبر على الجهاز شوية عشان زي ما اتفقنا الجهاز امكانياته ضعيفة، ده مش امكانيات لابتوب مثلا. تمام، دلوقتي هنحاول ان احنا نفصل ونتصل تاني على الشبكة ونشوف الهاند شيك هيظهر ولا لا. طبعا انا بعيد نسبيا على الشبكة دي، فالموضوع بالنسبة له صعب شوية ان هو يجيب الهاند شيك. تمام، زي ما توقعت هو دلوقتي ما جابش الهاند شيك. هنجرب على جهاز تاني، كنترول سي ايرودم من زيرو. ونفترض هنحدد مثلا الشبكة دي. تمام، ده الستيشن. تمام، الأجهزة اللي موجودة ماشي. ولنفترض هنجرب دي مثلا، كنترول سي الشانل بتاعتها 10، شانل 10 بي اس اس اي دي انتر. زي ما حضراتكم شايفين الباكتس جاية دلوقتي من غير أي مشاكل. تمام، احاول اعمل عليها كونكت من اي جهاز، نشوف الهاند شيك هيجي ولا لا. تمام، هو حاليا الشبكة تقريبا فيها مشكلة، مظهرش الهاند شيك. هجرب من جهاز تاني. تمام، برضو مظهرش الهاند شيك. بس هو في العموم هي الأداة شغالة وفعالة على الجهاز ده، ممكن المشكلة في الأدابتر نفسه. تمام، كنترول سي كده عشان ما نضيعش وقت. بس احنا كده خلاص ثبتنا الدرايفرز الخاصة بالواي فاي ادابتر بتاعنا اليو اس بي. هنشوف بعد كده موضوع الار تي ال اس دي ار. هنروح على السيستم ومنه هنختار السوفت وير. تمام، هنبحث عن ار تي ال اس دي ار. ار تي ال اس دي ار زي ما اتفقنا تقدر تثبت الادوات بتاعتك من هنا من الويب يو اي، او تقدر تثبتها من الاس اس اتش عادي. عندنا باكج هنا اسمها ار تي ال اس دي ار، وفي باكج تانية اسمها لب ار تي ال اس دي ار. وفي عندنا لو بحثنا هنا كتبنا ار تي ال لما بنبحث بالار تي ال بنلاقي دمب 1090. تمام، ده برضو تقدر تستخدمه مع الار تي ال اس دي ار. وبرضو في عندنا تحت هنا ار تي ال 433، ده تقدر تستخدمها انك تعمل باكيت سنيفنج على التردد ده 433 ميجا هرتز.
وعندنا برضو هنا RTL EIS، وده بروتوكول بيستخدم ما بين السفن وكده في نقل البيانات والكلام ده، تمام. لو بصينا هنا في ال SSH هنلاقي، هنستخدم مثلا أمر SDR RTL SDR. في عندنا ايه اللي موجود هنا؟ عندنا الـ 443، ده اللي تقدر تعمله، تعمل بيه سنيفنج او تقدر تعمل كابشر او تقدر تريسيف على الـ 433 ميجا هرتز. ADSB البروتوكول ده بيستخدم في الطيران. عندنا RTL ابروم، عندنا RTL FM تقدر تستخدمها مع ال FM، عندنا RTL باور، RTL SDR. هنستخدم مثلا RTL تيست، تمام، نشوف هو قارئ الجهاز بتاعنا ولا لا. RTL تيست زي ما حضراتكم شايفين في حاجات طلعت معانا بفيلد، في مشاكل موجودة معانا، بس هو قرأ الجهاز وتعرف عليه. عندنا هنا Realtek RTL 28 38 قرأ الجهاز اتعرف عليه. ولو شغلنا ال RTL SDR دلوقتي، RTL SDR RTL RTL في تقريبا مشكلة ولا ايه؟ RTL SDR اوكي، اي او ايرور ال اس، اي او ايرور، تمام، في مشكلة تقريبا. هنحاول نقفل ونفتح البيوتي. روت روت روت، تمام، في مشكلة معانا في الشبكة. حاول نعمل بينج، طبعا المشاكل دي بتحصل عادي. ممكن الدرايفر بتاع ال RTL SDR عمل كراش للنظام. هنشوف كده ال Web UI شغالة، نروح على ال status overview. زي ما حضراتكم شايفين في اصلا مشكلة حصلت في الجهاز كله، تمام، مفيش اي مشكلة. هنعمل ريستارت للجهاز، تمام. دلوقتي انا فصلت الباور عن الجهاز وشغلته تاني. دلوقتي احنا شفنا ازاي نعمل انستول للدرايفرز الخاصة باليو اس بي واي فاي ادابتر، وشفنا ازاي نعمل انستول للار تي ال اس دي ار، تمام. طبعا مش لازم كل الخطوات تمشي معاك من غير مشاكل، طبعا انا بواجه مشاكل عادي وانا شغال دلوقتي، بس هنستنى اما الجهاز يكون اب وشغال. هنبدأ ان احنا نجرب عليه حاجة كده جاست فور فان، ان احنا نتحكم في اللدات الموجودة في الجهاز، اللي هو ال LED اللي موجودة جنب الزرار بتاع الريست اللي في وش الجهاز. تقدر مثلا انت تتحكم بيها من خلال البايثون او من خلال الباش سكريبتنج، بحيث ان انت تقدر تستخدمها مثلا ان هي تكون زي نوتيفيكيشن كده ليك، تشغل اي سكريبت مثلا على ال RTL على الجهاز، اسف. هنشوف الجهاز اب معانا وشغال ولا لا. الجهاز معانا شغال، هنجرب نعمل ريفرش، تمام، الجهاز اشتغل. روت، اول حاجة هنعملها بعد ما في مشكلة زي دي بتحصل، اول حاجة هنروح على السيستم ونتأكد ان كل حاجة في الماونت بوينتس شغالة تمام، مفيش فيها اي مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين الستورج تمام، مفيش اي مشاكل حصلت فيها، والسواب شغالة معانا مفيش اي مشاكل، الحمد لله. هنفتح البيوتي، تمام، بوت. بوت. دلوقتي محتاجين نعرف الباث اللي تقدر عن طريقه تتحكم في اللدات. اي حد قرأ قبل كده عن لينكس او اتعامل مع لينكس فهو عارف ان كل حاجة في اللينكس عبارة عن ملفات. اي اوبريتنج سيستم مبني على
نواة جينو لينكس في أي حاجة فيه بتعتبر ملفات. الهاردوير بيعتبر ملف، اللينكس بتعمل معاه من خلال ملف. التي سي بي واليو دي بي كونكشنز حتى بتعتبر برضو ملفات. ممكن نبص دلوقتي على المسار اللي هو سلاش ديف. زي ما حضراتكم شايفين دي مثلا الام تي دي، دي اجزاء من الذاكرة بيتحكم فيها عن طريق برضو ملفات. لو شفنا التي تي واي دي المفروض ان هي حاجات خاصة بالسيريال. لو بصينا برضو على الاس دي اي والاس دي اي 1 والاس دي اي 2، دي البارتيشنز اللي موجودة على الفلاشة بتاعتنا واللي على اليو اس بي فلاش ديسك. تمام. الكونسول ده غالبا برضو بيكون تبع اللهم صل على النبي. الكونسول ده بيكون تبع برضو تبع السيريال انترفيس. تمام. في عندنا هنا جي بي اي او شيب زيرو. تمام. الجي بي اي او اختصار جنرال بيربوس ان اوت. تمام. اللي هو بتبقى عبارة عن بن موجودة معاك على الهاردوير تقدر ان انت تتحكم فيها بشكل عام، تتحكم في الفولت او فرق الجهد اللي بيكون موجود عليها، سواء ان انت تقرأ فرق الجهد اللي موجود على البن دي او ان انت تكتب فرق الجهد. زي مثلا انت ممكن تستخدم البن دي انك توصل عليها ليد وتتحكم في الليد ده زي ما ده الحال في الليدات اللي موجودة عندنا في الجهاز في وش الجهاز، او ان انت تستخدم الاي او ديت ان انت توصل عليها مفتاح زي برضو ما موجود عندنا في وش الجهاز موجود عندنا مفتاح. تمام. هنشوف دلوقتي ازاي نتحكم في الليدات دي. التحكم طبعا مش هيكون من خلال المسار ده خالص، احنا في عندنا مسار تاني سي دي اس واي اس ال اس. تمام. في المسار ده نقدر ان احنا نبحث عن ملف اسمه برايتنس. تقريبا الامر فايند موجود، فايند دوت جرب برايتنس. زي ما حضراتكم شايفين كده دي الليدات اللي نقدر نتحكم فيها. تمام. عندنا هنا دي ليد تقدر نتحكم فيها. تمام. ادي 1 2 3 4 5 6، هنتأكد منهم تاني. 1 2 3 4 5 6. تمام. في عندنا 6 ليدات في الجهاز تقدر ان انت تتحكم فيهم. الاول ده اغلب الظن ان هو الليد اللي موجود في زرار الريست. طيب هنجرب ان احنا نكتب عليه، هناخده كوبي. تمام. وبعد كده هنكتب ايكو 255. تمام. ونعمل لها ريدايركت على الملف ده، دوس انتر. مفيش اي حاجة حصلت. انا مش عارف بصراحة الليد دي عبارة عن ايه، انا جربت الخمسة الباقيين. هنجرب مثلا الباور. المسار ده بتاع الليد الخاصة بالباور. تمام. طبعا الليد بتاع الباور بيكون شغال معاك على طول، طول ما في باور في الجهاز بيكون ليد الباور شغال، ده الطبيعي. ممكن دلوقتي ان احنا نعمل ايكو زيرو ونعمل لها ريدايركت على المسار ده، نضغط انتر. كده الليد بتاع الباور انطفى خالص. طبعا اللي احنا بنكتبه هنا هي القيمة اللي احنا بنكتبها هنا المفروض ان هي 8 بت. تمام. بتعبر من يعني من 0 ل 255 بتعبر عن قيمة انالوج. القيم في الدوائر الكهربية بتكون يا اما ديجيتال يا انالوج. الديجيتال بتكون 0 و1. تمام. معناها ان الدايرة مقفولة يا الدايرة مفتوحة. اما الانالوج فهي بتكون مثلا زي زرار الصوت. زرار الصوت مفيش حاجة اسمها يا عالي خالص يا مقفول خالص، لازم يكون في ايه درجة للصوت. فالانالوج معناها ان بيكون فيه درجة، فتقدر مثلا تتحكم في درجة الليد. ممكن نروح برضو دلوقتي على الامر مثلا ونخليه 100 بدل 0. لو خليناه 100
دلوقتي هي نورت بس بدرجة إضاءة أقل من الدرجة اللي كانت منورة عليها في الأول. ممكن نخليها مثلا 10، تمام. دلوقتي أنا مش حاسس بأي تغيير، يعني حتى لو خليتها 1 مش حاسس بأي تغيير. معنى كده إن القيمة اللي أنا بحطها هنا بتتحول من أنالوج لديجيتال. معنى كده إن أنا لو حطيت 1 الليد هيكون شغال، ولو حطيت 0 الليد هينطفي. فمش شرط ان دلوقتي القيمة اللي انا احطها تكون من 0 ل 255، ممكن نستعمل 0 و 1 بس، تمام. وبنفس الطريقة مع باقي الليدات، تمام. تقدر برضو حضرتك ان تستخدم البايثون مثلا، ان احنا نكتب على الملف ده بحيث ان احنا ننور الليد او نطفي. ممكن دلوقتي مثلا نعمل ايكو. طبعا طبيعي انا شغال بالجهاز من خلال الواي فاي والكابل الايثرنت، في اللمبة الخاصة او الليد الخاص بال3 جي مطفي دلوقتي، فاحنا هنستعمل ايكو 1 ونعمل لها ريدايركت على الملف ده، انتر. دلوقتي الليد الخاص بال3 جي بقى شغال معايا، تمام. طيب ممكن نستعمل دلوقتي سكريبت بايثون ان هو يعمل الموضوع ده. فيم تيست دوت باي، نضغط على انسرت عشان ندخل فاضل انسرت مود. اسف، انا محتاج ان انا الاول اعرف المسار اللي متثبت فيه البايثون، تمام. فنخرج كويت اسكيب كويت. ماشي، دبليو كوت بيرميشن نايت، تمام. كوت تمام. هنعمل واتش بايثون. اوكي، هو مش شايف اصلا في بايثون، تمام. واتش بايثون 3، تمام. ده المسار بتاع البايثون 3، هناخده كوبي. بعد كده نستعمل الامر فيم، هنكتب مثلا السكريبت ده في مسار التمب كمجرد تجربة. نضغط انسرت، تمام. دلوقتي هنعمل مثلا ايه، with open طبعا. دلوقتي احنا محتاجين نعرف المسار بتاع الديت، فهنفتح SSH session تانية، باور شيل. تمام، زي ما حضراتكم شايفين ده المسار بتاع الملف، تمام. with open هنستعمل format string، تمام. هنا هن import sys، تمام. ده المسار، وهنا بدل ال 3G هنستعمل format string، وهنكتب هنا مثلا ايه led، وهنا هنكتب ايه led equals sys dot arg. one، تمام. as control مثلا، او هنخليها led underscore c، تمام. بعد كده هنقول له c equal sys
.org to مثلا، تمام. بعد كده هنقول له ملحوظة بس، احنا هنطلع تاني فوق، هنخلي المود اللي هو بيشتغل فيه رايت، بحيث ان هو يعمل اوفر رايت للمحتوى اللي موجود في الملف ده، تمام. بعد كده هنقول له نتأكد بس اوكي let underscore c، let underscore c dot write c، بعد كده let underscore c dot close. سكريبت بايثون بسيط خالص، هو هياخد الانبوت مننا، تمام. اول ارجيومنت هياخده هيحطه هنا مكان كلمة led، تاني ارجيومنت هياخده هو هيكتبه جوه الملف، تمام. بعد كده هنعمل escape control q تمام، مفيش مشكلة w تمام quit. هنتأكد ان الملف اتكتب temp test تمام، مفيش حاجة اسمها file، هنكتب python 3 عايزين مثلا نطفي ال 3G، نكتب له 3G 0 نجرب. تمام الليد انطفى، هنقول له مثلا هنشوف باقي الأسامي، في عندنا دلوقتي لان، وعندنا دبليو لان، وعندنا دبليو بي اس، وعندنا باور، وعندنا 3G. هنقول له مثلا باور اللي احنا طفيناه من شوية، هنقول له باور 1 انتر. دلوقتي الليد بتاع الباور شغال، تمام. في عندنا الليد بتاع الدبليو لان شغال بس متقطع، هنثبته دبليو لان 1 تمام، 3 جي 1 تمام. لسه عندنا اللين هنخليه برضو 1 تمام. كده دلوقتي تقدر ان انت تاخد لينك من الملف ده، مثلا ناخد لينك من الملف ده، ممكن ام في نعمل موف للملف ده في المسار ده led تمام. بعد كده سي اتش مود بلس اكس led ده المسار بتاعنا، هناخد لينك من الملف ده solid link. led pen led، بعد كده لو كتبنا كلمة led 3g 0 كده هو قفل معانا الليد بتاع ال3g، تمام. ممكن طبعا تستخدم دي دلوقتي في السكريبتنج، سواء مع البايثون او مع الباش او مع اي حاجة، تمام. تاني حاجة احنا ممكن نغير البانر بتاعنا اللي موجود فوق ده، ممكن نغيره ctrl l find dot grab banner اوكي. طيب نبص على etc ls etc تمام، المفروض البانر يكون موجود هنا، ده البانر اهوت تمام، ده البانر. ممكن احنا نغير البانر ده، هنروح مثلا على اسكي drawing
اسك دروينج. لا بلاش ده، ممكن نستخدم ده مثلا، اسك دروينج. نكتب بيد بوت. تمام، ممكن ناخد مثلا ده كوبي، بعد كده نانو بانر. اوكي، استخدم ديليت، احنا نحذف، او ممكن نعمل ناخد باك اب منه، اسف. ام في بانر بانر دوت باك. تمام، بعد كده نانو بانر، وهنحط المحتوى اللي معانا. بعد كده كنترول او كنترول اكس كات بانر، نتأكد. تمام، البانر بتاعنا اهوت. هنخرج من السيشن، وهنخرج من السيشن، هنخرج من السيشن التانية كمان، اكسبت. هنخش تاني على السيشن، نكتب روت، انتر. زي ما حضراتكم شايفين كده البانر معانا اشتغل، بس في مشكلة تحت خالص، بس في النيو لاين والريتيرن. تمام، في مشكلة فيهم، ده طبعا عشان السترينج نفسه. دلوقتي اخر كذا خطوة كانت فور فن، جاست فور فن. تمام، مش حاجة لازم تعملها. تقدر بعد كده انك تستخدم الجهاز بتاعك، معاك 2 واي فاي ادابترز في نفس الجهاز، تقدر تستخدم الجهاز انك تعمل هجوم ايفل توين، تقدر تستخدم الجهاز في حاجات كتير. ومعاك ال RTL SDR، تقدر تستخدم برضو الجهاز كسيرفر لل RTL SDR. وبما اننا اشتغلنا قبل كده وضفنا ستورج للجهاز، تقدر تستخدم الجهاز كسيرفر NES. وفي افكار كتير تانية، ممكن تستخدم الجهاز انك تعمل مونيتورنج لشبكة معينة، ممكن تستخدم الجهاز كروج ابي، اللي هي عبارة عن شبكة مثلا انت بتستخدمها انك تخدع الناس ان هي تدخل لها وتراقب الترافيك. ممكن تستخدمه كبروكسي، كفي بي ان سيرفر، ممكن تستخدمه كفي بي ان جيت واي، بحيث ان هو مثلا يمرر الترافيك بتاعك كله من خلال شبكة معينة، حتى لو شبكة تور. بكده يكون وصلنا لنهاية الشرح. انا عارف ان انا طولت عليكم المرة دي، بس ان شاء الله ده الدرس الاخير في السلسلة دي. ولو في اي حد عنده استفسارات يقدر ان هو يكلمني في اي وقت في الكومنتات. بشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء.